بسم الله الرحمن الرحيم. غزة تبقى جزء من فلسطين الغالية، وأعتقد أن أي توجه نحو غزة لصناعة المصالحة الفلسطينية مرحب به، لكن سلوك عباس يختلف مع أقواله وأحاديثه عن المصالحة الفلسطينية، بل يتناقض مع تهديداته التي أطلقها مؤخرا ضد غزة، والذي يريد لغزة أن تستسلم أمام إرادة المحتل وشروط الرباعية وخياراته الاستسلامية. جئنا اليوم في وقفة غضب ضد تهديدات عباس وتوعده لغزة، مؤكدين أن ذلك يشكل تسوق واضح مع العدو الصهيوني ودليل متجدد على أن عباس وسلطته مشاركون في الحصار المفروض على قطاع غزة. أعتقد أن عباس نفض يده من غزة، وحكومة الوفاق الوطني بأمره لم تتحمل أي مسؤولية وتنكرت لمسؤولياتها، رغم أن حماس التي تشكل الأغلبية البرلمانية آثرت التنازل عن موقعها في الحكم بغية التوصل لحكومة وفاق وطني، لكن هذه الحكومة للأسف أكدت أنها حكومة حزبية وحكومة مناطقية وتخلت عن غزة بالكلية، ومن هنا لا يمكن أن نترك غزة تعيش في السراب، وكان لابد للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهو المجلس التشريعي الفلسطيني أن يوجه الأمور لتسيير الأمور الحكومية في إطارها القانوني والدستوري بعد أن تنكرت حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها وأخلاقياتها وقيمها الوطنية في التعامل مع الشعب الفلسطيني على أرض غزة. أنا أعتقد أن الحمد لله آخر ما يتكلم عن القانون، لأنه لهذه الثقة لهذه اللحظة لم يمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، فهو فاقد الأهلية القانونية والدستورية. لكن رغم ذلك إلا أننا نؤكد بأن غزة ما زالت تفتح أبوابها مشرعة لحكومة الوفاق الوطني لتتحمل مسؤولياتها، لكن الحكومة للأسف تأتمر بأوامر عباس الصفراء التي تشكل أوامر صهيونية ترفض أي مصالحة مع غزة.